أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سيدي يا رسول الله عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لم يصفى جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا والله لو جد العباكر كلهم في وصف أفضال له لم تعرفا والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى تكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الجليل تشرفا يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسفا صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون نعيش الآن في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمركز ومدينة الزقازيق فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين الله أكبر عليك فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا
وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين. وكان ذلك على الله يسير. يا أيها النبي قل لأزواجك قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله رسوله والدار الآخرة والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما.
يا نساء صالحا نؤتيها
يا رب. صلي عليه.
لستنك أحد لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا الجاهلية الأولى
مايك مقفول. ليلة قرآنية مباركة إن شاء الله. الله يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة
والصادقين والصادقات. إن والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات. والحافظين
وعليه
براحتك خلاص عشان المايك اللي هو كله كده. ها أمسك عليك زوجك تكلها وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه وإن تكون للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فلما قضى زيد منها لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج وكان أمر الله مفعولا
ما كان على النبي من حرج. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. مدد يا رب. ما كان على النبي من حرج. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله والذين يبلغون رسالات الله
يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم. وهكذا اخوتنا اخوات الإيمان والإسلام، قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، تلاها علينا قارئ إذاعة التلفزيون العربي والمقيم بمركز ومدينة الزقازيق فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، كبرى مخازن الفرقة الذهبية الحديثة الكبرى، أدارة الحاج السيد عبد الغني البرديني بميت أبو خالد، الهندسة الكهربائية الكبرى أدار الحاج عبد العزيز أبو هاشم وأولاده بميت أبو خالد، خدمة الفندقية الممتازة وفيه الدالي وحوض الطرفة، الهندسة الصوتية الكبرى أدارة مهندس محمد جمعة النخاس شرقية، وحدة التصوير البث الهوائي عميد مصوري مصر أدارة مهندس ناصر صلاح وأولاده بالزقازيق، أسرة الراحل الكريم والعائلة الكريمة بكل من فيهم يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى كل من وساهم العزاء، إنا لله وإنا إليها راجعون.